يعلن المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه ان هيئه الرؤيه الشرعيه ستعقد جلستها في قاعه الاجتماعات بمبنى المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام 1442 للهجره الموافق للحادي عشر من مايو من عام 2021 للميلاد لتلقي الانباء والشهادات برؤيه هلال شهر شوال. ودعا المجلس في بيان من لديه شهاده تتعلق برؤيه الهلال الى الاتصال بهيئه الرؤيه الشرعيه للابلاغ بذلك مشكورا وماجورا